أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. يا أيها الذين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وليملل الذي عليه الحق وليتق اتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا. ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا إذا تبايعتم. ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. كبر نادى بسم الله، إسلام التقوى مغلاه، بحلقات الصحوة أمضى آيات الذكر البرهان. بحلقات الصحوة أمضى آيات الذكر البرهان. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن.